ما فرقته السياسة بالكاد جمعته الرياضة. بحضور نيابي خجول انطلقت مباراة كرة القدم إحياء للذكرى 48 للحرب الأهلية. نواب القوات وثنائي الشيعي والنواب السنة والدروز والتغييريين غابوا عن المباراة الرياضية، والدولة التي بلا رئيس أصلاً لم تجد من بين النواب من يحرس المرمى. هيدا الرسالة عشناها كجيل عشت 13 نيسان 75، هاي رسالة للأجيال القادمة، نبذ العنف، وحدة وطنية، وأهم شيء عم نبلغ رسالة من خلال وجود الدفاع المدني معنا، مؤسسة وطنية جامعة بخدمة الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني، وكل سنة رح يكون عنا تكريم لمؤسسة بنبلش السنة مع الدفاع المدني. في الناس تشوفها انفصام بين النيابة وبين برات المجلس النواب، بس حقيقة نحن رمزية الليلة هي أنه رغم الاختلافات اللي عنا نكون مجموعين تحت الأرز اللي حطينا على صدرنا. مش معناتها عم نضحك على الناس، لا، نختلف ونتخانق ونتناقش وناخد مواقف ضد بعض، بس منضل إنسانياً واجتماعياً نحن أصحاب. أنا صراحة زعلان أنه كلنا من هيك من جبهة معارضة، أنا كنت بتمنى الفريق الآخر يكون معنا. تيار وطني حر عندهم وجود اليوم وازن. أنا حكون ضدهم اليوم، ضد السياسيين التالتين. حتى ما في اليوم روح رياضية، ما قادر تلعب أكيد مع الخصوم حتى وإن كان كرة قدم. لا لا أكيد روح رياضية دائما موجودة، نحن بنختلف بالسياسي مش بالشخصي. نحن برات المجلس ما في شيء بفرقنا، نحن أولاد بلد واحد ومفروض نعيش مع بعض، الفرق كل واحد عنده مشروع بالمجلس بجرب ينفذه، بس هون بالملعب رح نربح نحن. إذا ما شجعنا بعضنا اليوم ما منقدر نكون عم ناخد قرارات لبناء البلد. قادرين نشجع بعضنا بالمجلس داخل المجلس؟ أحو جاي الليلة بيروح رياضية شجع زملائي. ظواهر غريبة في المباراة، أطفال على أرض الملعب، اجتمع أخصام السياسة في الشوط الأول وسرعان ما تفرقوا بالشوط الثاني، أي أن تلمود أغاني على الطريقة اللبنانية. هيدي وقفة رمزية، عادة الناس تعودوا علينا أنه نحن منكون موجودين بالحرايق ومنطفي، إن شاء الله ما بقى يصير في حرايق لا سياسية ولا حرايق عادية. منحاول نحن نحكم بعض الأحيان بروح القانون، طبعاً هي حتكون مباراة سهلة، حنساعد قد ما فينا، مش حنكون صارمين كتير. بين الملعب والمجلس، أي خسارة أقصى على النواب؟ أي هي أصعب، الخسارة بالسياسة أو الخسارة اليوم بالفوتبول؟ بالسياسة مرة أكتر. خسارة أصعب بالسياسة لأنه في مصير بلد وفي مستقبل شعب كامله. الموقع السياسي مش هو المهم، خسارة البلد هي الأهم، بقى هذا اللي ما بدنا نخسره. شوف، الخسارة هي نافذة للنجاح، لأنه إذا ما خسرتي ما بتعرف تربح. أنا ما عندي مشكل، المهم لبنان يربح.